كيف يا حبيبتي اليوم؟ هاي حسك مو رايق. أنا بعرف إنه كنت معه هنيك بالمعمل. فوزي خبر الماما كمان. فارس عن جد سوري كرمال امبارح. ما كان قصدي، ما نمت كل الليل. أنا مو زعلان منك، أنا متفاجئ من أمي كيف تغيرت معي. حاسس صارت بتكرهني. لا ما بتكرهك، بس أنا بتخاف منك. تخاف مني أنا؟ ليش؟ قولي لي إذا في شيء أنا ما بعرفه. خلص بليز بلا هالحديث هلأ. فينا نفوت نشوف شو مغير جوا؟ وين صار الشغل؟ أكيد. تعي. أي ساعة يعني؟ أنا رايح عند يوسف بدي أشوف شو صار معه بخصوص مرته وبنته. أنت كوني حاضرة. يعني رح ننزل على بيروت؟ لوين بدنا نروح؟ أنا بدي أقعد معك سلمى. هلا إذا ما بيسوى بليها. لا أنا ما قلت شي حتى تقول بليها، شو بيك عصبت هيك؟ أنا بس عم بسأل لوين؟ هلا بنشوف لوين، المهم نكون سوا. هلا إذا في أي إحراج إنك تطلعي معي بالسيارة خبريني. لا أكيد ما في إحراج، يلا رح ألبس وأنترك. أوكي باي. مرحبا. فوتي فوتي نوام فوتي. ليش معذبة بهالغراض؟ لا ما في شي حرزين، لعبة وحرام لهالهولة. انا بعتذر عن امبارح. مش مشكلة مش مشكلة. بكي شي؟ لا ليش؟ ما بعرف، حاسس هيك دايخة او حاسة شي؟ لا ابدا، بالعكس انا كثير منيحه. بليز فوتي لعندها لحالها ومثل هيديك المره خليكي جوا وما تفتح الباب الا لفوت لعندك. اوكي مثل هيديك المره. حاضر.